خير، شو عم تعملي سنيدي؟ انتي بتعرفي فرش البيت صار قديم، العالم شو بدهم يحكوا لما يشوفوا؟ وهلأ فقد قيمته وصار لازم ينكب برا، يعني لازم يكون الفرش بيتناسب مع المستوى المعيشي. بس يا ريت ما تفهميني غلط وتفكري مستواي المعيشي أعلى من مستواكي تبع الأسواق والمحلات الرخيصة. بالعكس كلامك صح سنيدي، كيف ممكن لست بيت بسيطة مثلي تناسب مستوى المعيشة لسيدة أعمال ناجحة بحياتها مثلك؟ أنا شغلي بهالبيت مزبوط؟ وأنتي أكبر من هيك مو؟ مو مصدقة عيوني، متطورة سلفتي؟ شكلك تعلمتي المسخرة. بس مسخرتك قديمة وما لها طعمة، لهيك بلا مسخرة. شو براتيبة؟ جهزتي الأكل؟ صار جاهز. أنا كتير جوعانة، استعجلي يلا. أنتي خليكي بشغل المطبخ سلفتي، وأنا بهتم بباقي الشغلات. أنا رح أفتح، اليوم وصيت على شغلة، وأكيد وصلت.